السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهوة ريحانة كمال. وصفتي اليوم هي صابلي بالباديان. باديان هي واحد العشبة، أو بالأحرى واحد نوع من التوابل. هي هذه كتكون عشق النجمة، كتستعمل في الأكل الشرقي خصوصا، وأيضا في المغرب كتستعملها في التخليطة ديال القهوة وفي الأكل. هي هذه الصورة ديالها. المقادير: 100 غرام ديال الزبدة، قليل من القرفة طحونة، قليل من باديان محكوكة، هي هذه 2 معالق ديال الحليب بودرة، 0 بيضة، 100 غرام ديال السكر كلاسي، طحين حسب الخليط، قليل من جوز الطيب محكوك كنحكوه حكة خفيفة، كنضيف أصفر البيض، حليب بودرة، سكر ثقيل، كنمزج العناصر مع بعض. أيضا كنضيف قليل من الملح ضروري. كنحصل على كريم بحال هكا، كنضيف الطحين تدريجيا، الطحين حسب الخليط، كنمزجهم، كنحصل على عجين متماسك بحال هكا. هذا شكل العجين. نضع العجين بلاستيك، نضع العجين نقلب على بلاستيك، كنبسطها بالمدلك، هذا هو المرشم اللي غادي نستعمل. كنقطع الدوائر، دائما كنستعمل سكين باش كناخد قطعة هكذا. هذه هي الكمية اللي كنحصلوا عليها. كناخد باديان كنعملها هنا، كنضغط، كنظن الصورة واضحة، نعمل شي وحدة قريبة هكذا. النصف كنزوقو والنصف كنخليه عادي. شكل ديال صابلي بعد النضج كما تلاحظوا، كيجي الشكل ديالها. نمروا لطريقة التزيين. كنحتاجو الجليكوز، كنسخنوه شوية، كنوضع قليل، نضع القطعة الثانية بهذا الشكل هذا. كنعمل أيضا الجوانب الجليكوز. بحال هكا كنضع الجوانب في اللوز مسلوق ومحمر مهرمش، عملت ليه الروح ديال بيستاج باش يعطينا لون اخضر.
ده هو الشكل، ده هو الشكل كان حصلوا عليه. النتيجة اللي كنحصلوا عليها هي هذه، كيجي صابلي مديد وراقي. إن شاء الله تجربوه بالصحة والراحة. إلى عجبكم الفيديو اعملوا جيم، بارتاجي، شاركوه مع الأصدقاء. غادي تلقاو رابط الوصفة أسفل الفيديو. شكرا لكم.